7 أشهر قضاها الروبوت الأوروبي فيلاي على المذنب تشوري، ثم استيقظ ليلة السبت، ما بعث الأمل في أنه سيستأنف عمله. وكان فيلاي هبط على المذنب في شهر نوفمبر الماضي إثر رحلة قضاها مع المركبة روزيتا. ويقول مات تايلر العالم في مشروع روزيتا لدى وكالة الفضاء الأوروبية: سنسعى إلى إعادة بعض العمليات التي أجريناها في شهر نوفمبر، وهي ستكمل السلسلة العلمية الأولى في الشهر ذاته عندما تم الهبوط. لقد تمت البرمجة للدخول في حالة سبات، ونحن نهدف إلى تدارك بعض الأشياء التي غابت عنا. لقد قمنا بالحفر ونحتاج إلى أن نحفر مرة أخرى للحصول على بعض المواد على السطح. وكان فيلاي سقط في أحد المنحدرات القليلة الإضاءة، ما أعاق عمل لوحاته الشمسية، إلى أن استعاد طاقته بفضل الاقتراب شيئا فشيئا من الشمس وارتفاع درجة الحرارة.